مشاهدينا نروح مع حضراتكم لتقرير من محافظة سوهاج مع الزملاء محمد رفعت ومحمد السيد، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم، والصباح طيب. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت مؤسسة مصر الخيرة مبادرة بعنوان إطعام الطعام، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بجرجا، واستهدفت المواطنين الأكثر احتياجا بنطاق مركز جرجا. عبد الله رمضان محمد مدير جمعية الرسالة الخيرية بجرجا، وعضو التحالف جرجا، جمعية جرجا، ومتطوع مع مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطني. واحنا دلوقتي في حمله شتاء مطعم الخير، بنعمل 200 وجبه يوميا على مدار شهر 10 11 الى 31/10 بمعدل 200 وجبه يوميا، اجمالي 4000 وجبه في الشهر بيتوزعوا على المستحقين في مركز ومدينه جرجا. واحب اوجه شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب الصعيد من مركز جرجا، وأوجه له الشكر بإطلاق المبادرة التي توغلت في أعماق صعيد مصر وفي كل القرى وكفور صعيد مصر. طه حسين مسؤول جودة لمؤسسة مصر الخير مكتب سوهاج. النهارده مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع الاتحاد الوطني والجمعيات الشريكة بنشتغل مطبخ الإطعام، بنجهز الوجبات الإطعام. الوجبة بتاعتنا بتتكون من 200 جرام رز، 200 جرام خضار فاصوليا أو بطاطس، 100 جرام الى 110 جرام لحمه، ثمره فاكهه، بتكون اما تفاح او موز او جوافه، وكمان بنضيف لها عصير. بنجمع المكونات دي مع بعض عشان يكون خدمه مناسبه توصل للاسر المستحقه داخل محافظه سوهاج وداخل مركز جرجا. بنتعاون النهارده مع الجمعيات الشريكه وبنحافظ في داخل المطبخ بتاعنا على اجراءات السلامه العامه والامن الغذائي. جميع العاملين معانا بيرتدوا جوانتي وغطاء راس وكمامه. كل ما احنا شغالين معانا الجمعيات الشريكه معانا المتطوعين الكل بيلتزم بيحافظ على دوره داخل المجتمع. معكم وليد دباح رئيس مجلس اداره جمعيه البدر، احد اعضاء اتحاد جمعيات جرجا، اتحاد جمعيات جرجا اللي هي مسؤوله عنهم جمعيه التنميه. النهارده في مطبخ الخير، مطبخ مؤسسة مصر خير والتحالف الوطني، احنا بدورنا كجمعيات صغيرة ان احنا بناخد الدعم بتاع الجمعيات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة زي مؤسسة مصر خير والتحالف الوطني، وبنوصل الحاجات دي كلها للأسر الأكثر احتياجا. الأسر دي كلها احنا عاملين عنها بحث كويس وعارفين تفاصيلها وعارفين أمور حياتها، وبنوصلها لحد عندها وبنقدم لها الخدمات لحد بيتها. احمد حسين الاحمدي متطوع بجمعيه تنميه المجتمع بجرجا. احنا دورنا هنا ان احنا متطوعين بنساعد الاسر المستحقه اللي معمول لها بحث على مدار الفتره اللي فاتت كلها. احنا على مستوى الشهر كله مستهدفين 4000 وجبه من مصر الخير والتحالف الوطني. احنا بنحاول على قد ما نقدر مع مجهودات المتطوعين في اتحاد الجمعيات ان احنا بنوصل الوجبه للمستحق باعلى جوده واعلى قيمه. وجبات غذائيه متكامله تشمل النشويات والبروتين والخضروات والفاكهه الطازجه، وتحظى بجوده عاليه يتم توزيعها من خلال متطوعين مدربين على اعلى مستوى من الالتزام بارتداء غطاء الراس والقفازات لضمان وصول الوجبات باعلى جوده للمستفيدين. محمد رفعت، طيبه.